السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بالأستاذ الفاضل المهندس أحمد حسن أبو العنين، حاصل على ماجستير إدارة المشروعات في هندسة القيمة جامعة حلوان 2016-2017، شهادة البي ام بي احترافية إدارة المشاريع بروجكت مانجمنت بروفيشنال 2017، ماجستير إدارة مشروعات جامعة حلوان 2014، الفيدك 2013، التدريب على أخلاقيات العمل 2012، إعداد البي ام بي المفهوم السعودي السعودية 2012، الفيدك 2012، 2011 كان الـ MCS Management Control System، وال في الـ OSHA's in Health and Safety، ودبلوم سنة بكالوريوس إنشاء جامعة الإسكندرية مظبوط، وبروجكت مانجمنت أبلكيشن في 2020. الله يكرمك. اتفضل يا دكتور. الله يكرمك. الله يكرمك استاذ. ربنا يوفقك نبقى دكتور ان شاء الله. باذن الله يا بسم دكتور. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اولا ارحب بحضراتكم اجمعين ورساله شكر وتقدير لسعاده المهندس عمر سليم على ما يبذله من جهد وتجميع لهذه الكوكبة من المحاضرين وهذه النخبة من المستمعين اللي بتضيف أسئلتهم وتفاعلاتهم مزيدا من الرقي والمتعة العلمية في جميع الحلقات اللي كنا بنحضرها بصراحة. وأنا واثق حتى اللي أنا ما كنتش بحضره إن هي كانت بتبقى شيقة جدا وعظيمة جدا. اسمحوا لي ان في هذا البدايه برضو اشكر جميع فريق عمل جيم ارابيا متمثله في شخص سعاده المهندس عمر سليم وسعاده الغائب والحاضر روحي المهندس احمد حسام وسعاده المهندس احمد سمير والمشارك الان معنا المهندس اسامه. فعلا مجهود مبذول ومشرف وربنا يبارك فيهم اجمعين. أرحب بحضراتكم أجمعين، فطبتم وطابت أوقاتكم أجمعين بكل الخير. اسمحوا لي أن أبحر معكم في رحلة مع الهندسة القيمية. الهدف من هذه المحاضرة، وده اللي نفسي أوصله في الآخر، وعايز حضرتك وعايز حضرتك أيا كان اللي حاضر إنكم تفكروا في المعنى اللي أنا بقوله دلوقتي. إحنا فين دلوقتي؟ وبعد نهاية المحاضرة ان شاء الله هيكون حصل لك تغيير ولا ما كسبناش حاجه. ان شاء الله اامل من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في توصيل مرادنا من هذه المحاضره. عشقنا في الهندسه القيميه نبع من حبنا لسعاده استاذي الدكتور احمد عبد العليم عندما شارك في المحاضرات الماجستير وابتدا يعطينا كورس الهندسه القيميه. حقيقه يا اخوانا، حقيقه يا باشمهندسين يا باشمهندسات يا ايها الساده الحضور اجمعين، حسيت ان انا وجدت روحي في هذه الفرع من العلوم. الهندسه القيميه هي بمعنى واضح ممكن تاخدها في جميع نواحي حياتك، بمعنى ان انت هنوصل مع بعض ازاي تاخذ القرار الانسب والامثل في جميع مناحي حياتك عندما تستعرض البدائل المقترحه للحل الواحد. الكلام انا بقوله دلوقتي وسياتي تفسيره بعد برهه، ان انت توصل للحل الامثل والانسب من خلال دراستك للبدائل المختلفة طبقا للمعايير اللي انت حضرتك وضعتها لتناسب الوظيفة التي تريد ان تستخدمها، مع وصولك للحل الامثل متمثل في الكفاءة والجودة مع قلة التكاليف. وقرآننا العظيم أعطانا هذه المعلومة في الآية الكريمة، قال تعالى:
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الهندسة القيمية هي نقول عن نشأتها، هي نشأت مع بداية الحرب العالمية الثانية، اللي حصل إن شركة جنرال إلكتريك نتيجة شح الموارد الاستراتيجية حصل إن واحد من الشغالين في الشركة اسمه لورانس مايلز سنة 1947 دخل أسلوب في تحليل يشمل بعض التقنيات سنأتي لها بعد شوية قليلة، أطلق عليه التحليل القيمة الـ Value Analysis، اللي هو إزاي نوجد مواد بديلة تحل مكان المواد الأساسية بحيث تعطي نفس الوظيفة ونفس الكفاءة من الأداء للوظيفة الأولى اللي احنا أو المعدة اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا حضراتكم عارفين ان الهندسه الانشائيه او صناعه التشييد التطور فيها بيجي متاخر، مش بيجي في نفس اللحظه. يعني الجماعه بتوع الاي تي والتكنولوجي في الاتصالات عندهم تقدم رهيب في التكنولوجيا وفي سرعه التقدم العلمي عندهم وتطبيقه. الجماعة التشييد عندنا التغيير بيبقى بطيء جدا، لذلك الهندسة القيمية اتأخرت أكتر من 16 أو 17 سنة لحد ما دخلت في النطاق حيز التنفيذ. فسنة 1963 ودي سنة ميلادي أدخل هذا الأسلوب في مجال الإنشاءات، وعرف بعد ذلك بهندسة القيمة الـ Value Engineering. تم أول ما نستخدم هذه التقنية هي وزارة الدفاع الأمريكية، ثم انتشر بعد ذلك هذا العلم في بلاد اليابان وأوروبا والهند وأستراليا، ومنه انطلقت الرؤية لتكوين المنظمة الدولية لمهندس القيم. أنا مش عايز أخش كتير في مقدمات، لكن اسمحوا لي برضو أديكم بعض التعريفات إذا صادفتوها في حياتكم يبقى دي عارفها أني تبع الهندسة القيمية، متمثلة في بعض المفاهيم اللي هي زي الـ Value Management أو الـ Value Control أو الـ Value Improvement أو الـ Value Buying أو الـ Value Research. كل الكلام ده بيصلح إن هو يطبق في جميع نواحي الحياة، سواء مجال الصحة، مجال التشييد، مجال الصناعة، مجال الاقتصاد، في أي شيء ممكن يكون له وظيفة أنت ممكن تطبق فيه الهندسة القيمية. يعني حاجة بسيطة جدا عايز أقول لكم، لما كنت بختار شقتي في اسكندرية حطيت لأولادي وللزوجة معايير إن احنا عايزين مثلا، يعني بقول لك على امس ابسط المسائل، ان انت ممكن تستخدم الهندسه القيميه كمنهج في الحياه، وده اسم المحاضره، ان الهندسه القيميه منهجيه حياه. فانت تحط معايير انت عايزها تكون تبع الادوار اللي هي مش مخالفه، تكون لها اتنين حمام، يكون المطبخ مستقل وواسع، تكون الصالة بتاعتها كبيرة، يكون فيها أسانسير، مش أسانسير واحد اثنين مثلا، لأن أسانسير واحد ممكن يسبب مشكلة مع ارتفاع العمارات لما تكون 15 دور ولا 20 دور فبتفرق. يكون المدخل واسع مستقبلا، يعني في حاجات كثيرة جدا تكون في متناول وسائل المواصلات المختلفة، يكون فيها جراج من تحت. كل الحاجات دي معايير أنت بتحطها، معايير انت بتحطها وبتجيب بقى ليها بدائل بتشوف، والبدائل بتجيب لها كوست. فدلوقتي من خلال كده نوصل نقدر نخش للمعادله بتاعه الفاليو انجينيرنج، ومعادله الفاليو انجينيرنج اللي هي الفي اللي هي القيمه بتساوي الاف اللي هو الفانكشن على السي اللي هو الكوست.
الفانكشن ده بقى له كلام كتير لان هو ده الموضوع الاساسي. اما الكوست فهو التكلفه لكل بديل من البدائل المناسبه للحل المقترح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني استاذنكم لو نضرب مثال بسيط وهنحلله دلوقتي على طول. نتخيل ان انت حضرتك رايح تبدا في مشروع. فبدايه المشروع انت ما بيبقاش عندك مكان لتسكن فيه مهندسينك واداريينك ومحاسبينك والاستاف بتاعك فريق العمل اللي هو الغير مباشر، لان المباشر اللي هم العمال اللي هم الايدي العامله اللي بتعمل الشغل، الغير المباشر اللي هو فريق العمل اللي معاك انت. فريق العمل ده انت عايز تخليه يدير المشروع، طب هتقعده فين يعني؟ فلازم في حلول. هل هتجيب له بورت كابنت؟ هل هتجيب تعمل ساندوتش بانل؟ هل هتعمل له فريم حديد هيكل حديد؟ هل هتجيب له بريكاست تعمل بلوكات من البريكاست؟ هل هتعمل له الحل التراديشنال اللي هو البلوك والياسه وسقف فوق منه خرسانه؟ بدائل مقترحه لنفس الوظيفه. ايه هي الوظيفه؟ الوظيفه ده انا عايز اسكن المهندسين وفريق العمل بتاعي في المشروع عشان يقدروا يقوموا برسم لوحات الشوب دروينج، متابعه تنفيذ الاعمال، حساب الكميات، مقابله المقاولين، مقابله الموردين، وما شابه من وظائف اداره المشروع. ولو دخلنا قبل ما نخش في المثال ده عايزين نتطرق لنقطة، يعني إيه الوظيفة؟ يعني إيه الوظيفة؟ الوظيفة هو مطلب رئيسي من الشيء اللي أنت عايزه. هندي مثلا دلوقتي بالسقف المستعار. السقف المستعار الوظيفة الرئيسية بتاعته إن هو حضرتك يغطي الهيكل الخرساني والتمديدات، دي أساسية عشان يعني وانت قاعد كسقف مستعار ما يبقاش في بين التمديدات بتاعت الكيبل تريز او الدكت او الفاير فايتنج ما شابه، مش عايزين نشوف الكلام ده. يبقى في نقطه تانية اصبحت في استخدامك للفول سيلينج اللي هو وظيفه جماليه وبتعتبر اساسيه ايضا. في وظيفه ثالثه اللي هي وظيفه مقاومه الحريق، ودي تعتبر وظيفه ثانويه لكنها مطلوبه. وفي وظيفه رابعه اللي هي امتصاص الصوت. انا مش صاله سينما او صاله احتفاليه او صاله مسرح او قاعه محاضرات، بس فالوظيفه دي ما تعتبرش مطلوبه. هو ده اللي احنا بنقوله، ان في حاجه اسمها وظيفه اساسيه وفي وظيفه ثانويه. الهندسه القيميه بتلعب على النقطه دي. اذا كنت توصل بالغرض من الحل بتاعك بالوظائف الاساسيه المطلوبه المرغوبه، لكن الغير ضروريه بنستغنى عنها. هو ده شيء مهم جدا. هندي مثال برضو تاني قبل ما نخش في المثال الرقمي اللي هو ابتدينا بيه من لحظات اللي هو على تسكين المهندسين في المشروع. هندي مثال بالمصعد مثلا بالاسانسير عشان نفهم يعني ايه وظيفه اساسيه ويعني ايه وظيفه ثانويه ويعني ايه الهندسه القيميه بتعمل معانا. يعني احنا عشان نفهم بالراحه، لو عندنا عنصر اسمه اكس، لو دخلنا عليه وطبقنا عليه الهندسه القيميه اللي هو بدراسه بدائل مقترحه تعطينا نفس الفانكشن اللي في العنصر اكس بتكلفه اقل تعيدينا العنصر واي. لكن ان احنا لو كنا بندرس بالطريقه التقليديه فانت بتحول اكس الاكس دبل داش بانك بتغير في وظيفه الاكس. زي ايه؟ المعروف جدا ان المصعد هو الهدف الرئيسي منه نقل الكاستمر او نقل الساكن او نقل المستخدم من دور الى دور. يبقى اهم حاجه فيه اله الجر، يبقى اهم في حاجه الحبال، يبقى اهم حاجه فيه
الماتور احنا الحاجات دي ما نقدرش نلعب فيها، ما نقدرش نلعب فيها، لكن ممكن ان انت من جوه يبقى في فانكشن تانية الجماليه، الجماليه وتقدر تحسن منها بحيث لا تؤثر على العنصر اكس اللي هو الاسانسير بانه يبقى سيء الاستخدام او تخاف منه. فالطريقه التقليديه ان هو بيقلل كفاءه الباتور او بيقلل الحجم بتاع المصعد، لكن طريقه الهندسه القيميه بتلعب في ان هي مثلا ان انت يكون في كاميرا جوه، يكون في صوت للموسيقى، يكون في مرايات بصوره جماليه، يكون في صوره متحركه، يكون في تي في يعني كانه في حاله الخطوره يشوف او يطلب حد من بره. في حاجات كتيره جدا الهندسه القيميه بتخش فيها ان هي تقلل الوظيفه الغير مرغوبه بتستغنى عنها، ومن هنا بتحصل خفض في التكاليف. مش بتغير العنصر ذات نفسه، بتخليه بكفاءته المطلوبه، ولكن بنلعب في في العناصر الغير مرغوبه. نرجع بقى بعد اذن حضرتكم، ايه هي الطرق المستخدمه في دراسه الفانكشن، وبعدين هنخش على طول في الدراسه الرقميه للبدائل المختلفه لتسكين المهندسين مثلا في مشروع ما. اولا عندك في من احدى الطرق اسمها الفيزابيلتي رانكينج، ودي بتستخدم في تقييم الافكار على اساس المعايير الموضوعه من قبل فريق العمل، عشان نقدر نحدد بيها الفكره ونعمل تقرير بامكانيه وجدوى وتطبيق هذا العمل من عدمه. ولذلك بيروح كل فريق عاطي درجه من 1 لـ10 للبدائل المقترحه، بحيث ان احنا نشوف رقم 10 هي معناها افضل حل باقل تكلفه والعكس صحيح. ففي دلوقتي في طريقه ثانيه برضو اسمها الايفولويشن باي كومباريزن، اللي هو نقيم بالمقارنه. دي اهم حاجه فيها الحياديه، اهم حاجه في هذه الطريقه الحياديه، ان انت في الهندسه القيميه ما تدخلش قلبك في الموضوع، ما تدخلش العاطفه في الموضوع، خلي النتائج هي اللي تقول لك فين هو القرار الانسب والامثل. ده مطلوب جدا ان احنا ما نملش بهوانا لحل احنا بنستريح له، بل نترك الامر الارقام هي اللي تدلنا عليه. الطريقه الثالثه طريقه الويت ايفالويشن، هي عمليه منظمه تتم لاختيار الحل الافضل من بين عده بدائل تحقق نفس الوظيفه طبقا للمعايير تعطي اوزان مختلفه حسب اهميتها وتاثيرها. هنشوف ده من خلال الفكر اللي جاي ده. اولا بدراستنا للموضوع ده اللي هي الحل التراديشنال اللي هو الاي، والحل الساندويتش بانل اللي هو بي، والحل البريكاست اللي هو البانل سي، والحل الهانجر اللي هو دي، والحل الستيل فريم ستيل اللي هو اي، والحل البورت كابينت اللي احنا معظمنا بيستخدمه في المشاريع. نرجع تاني وعايزين نقول ايه هي الوظيفه بقى؟ احنا كده اتكلمنا عن بدائل، بنتكلم على الوظيفه. الوظيفه يعني احنا عايزين يكون المكان واسع، عايزين يكون المكان فيه راحه، عايزين يكون المكان امن، عايز يكون فيه سرعه الوصول للمكان، عايزين يكون فيه سهوله في التنفيذ، عايزين نقدر نعمل له صيانه بسهوله، ما يكونش يغلبنا في مشاكل تكييف او مشاكل اضاءه او مشاكل عدم جوده في القواطع الرأسيه او الافقيه. يكون سهل
اعاده استخدامه، يعني مش بجيبه مره وبنتهي منه يبقى خلاص برميه بعد كده، لا. كلمه اخرى دي حضرتكم شايفين معايا الشاشه ماشي مظبوط يا باشمهندس؟ شوف ظهرا. تمام تمام. فحضرتكم اللي هنبتدي ندي معايير. كلمه الويت هنديها من بين واحد لنص او على حسب ما انت عايز، لكن هي السعه انا عايز المكان يبقى انا عايزه يبقى واسع، يبقى هندي له واحد. طب والراحه؟ مش مهم قوي ان الناس تتحرك بسهوله من جوه، مش شرط يعني يبقى نص، لان احنا في موقع عمل مش في فندق مثلا. الامان لازم يكون كويس يبقى واحد. سرعه الوصول مش قضيه، احنا ممكن يوصل يعني يبقى في انسيابيه في النقطه دي شويه، ان هو ممكن يبقى نص. في واحد بيقول لك لا انا عايز يبقى واحد، براحتك. احنا بنتكلم من وجهه نظر احد اعضاء فريق الهندسه القياميه. ممكن واحد تاني يفكر في الويت ده باسلوب اخر، دي حريه. ولذلك هي توارد الافكار وتلاقي الافكار هو اللي بينتج منه الحل الامثل والانسب. لكن احنا اللي احنا قاصدين منه ان احنا نعرض يعني ايه كلمه الوظيفه، يعني ايه الفانكشن دوت، ويعني ايه الويت احنا بنختاره ازاي، لان ده الهدف كان من موضوعنا اليوم، بنحاول نوصله لكم بقدر الامكان. وانتوا حضراتكم اساتذتنا، واعتقد ان ممكن يكون منكم كثير منكم درس الهندسه القياميه، فاسمحوا لي ان انا بزيد في قصيده الشعر بيت يعني بعد اذنكم يعني. بنحط هنا واحد نص مثلا، الامان واحد، سرعه الوصول نص، سهوله التنفيذ بحطها واحد، الصيانه تبقى واحد، اعاده الاستخدام مثلا الشركه ممكن تستعيد وما استعيدوش فبتقول نص، وبعدين بنحط نص. ليه النص ده؟ لان لو تيجي نجمع هتبقى ايه 5.5، احنا خليناها 6، خلينا النص دي تبقى 6. وبعدين بتجيب النسبه المئويه بتقسم 1 على المجموع اللي هو 6، يبقى 16.7% نص على 6 هيديك 8.3%، وهكذا نفس الارقام دي. وبعدين بنعمل موديفيكيشن للنسب اللي احنا عملناها دي، بنقربها لاقرب رقم صحيح. ف 16.7 هتبقى 17، 8.3 انت حر خليها 9، 16.7 17 8 وهكذا. تيجي عند تحت حطيناها 5، طب ليه؟ لما تيجي تجمع احنا عايزين دول 100، لما تيجي تشوف ال 100 هتلاقي ان انت في اخرى هتحتاج تبقى 5، هتلاقي المجموع ده 95. لذلك اللي صمم الماتريكس دي حط كلمه اخرى مش هباء كده او يعني بايلات، لا ده قصدها، عشان هي هتعدل له الماتريكس دي، الماتريكس دي بتتعدل الكلمه دي. فهنحط 5 يبقى المجموع هنا 95، و5 بقت 100. وبعدين هنرجع نتخلص من الخمسه دي للاخرى، لان دي اوزان، احنا هناخد الكلام ده كاوزان بعد كده. فال 17 خليناها 18، ده الفاينل بقى. والتسعة تبقى 9، انت حر، 17 18. وبعدين الخمسه دي انت بتوزعها، فاحنا وزعنا الخمسه دي، حطينا ال 17 خليناها 18، و 17 18 وال 17 18 وال 17 18، يبقى لك واحد. اختار اي حد من التسع دول خليه 10، شوف انت ايه الانسب لك اللي انت عايزه يبقى اسهل وايسر. فقال لك سرعه الوصول خليها 10، ماشي خليها 10، يبقى المجموع ده اصبح كام؟ 100. هي دي الاوزان اللي انا دلوقتي هشتغل عليها، هي دي الاوزان اللي هشتغل عليها. يعني ايه هشتغل عليها؟ تعال نفهم بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نفهم الشريحه اللي قدامنا دي. خد بالك انت بتضرب الاف ايه في الاي، الاف ايه في الاي، احنا جبنا المعايير. هتقول مثلا لو المنشا، لو الحل التقليدي اللي هو الحل التقليدي اللي هو المباني وسقف خرساني، طيب في الفانكشن اللي هو الوظيفه ريوز، هل تقدر تستعمله تاني؟ مش هينفع طبعا، مش هينفع. هل انت هتعرف تفك الحيطه وتفك السقف وتركبه حته ثانيه؟ استحاله،
دي خرسانه مرتبطه ببعضيها والبلوك مرتبط ببنا انتهى، فمش هتعرف تستخدمه تاني. يبقى اعاده الاستخدام هنا قيمه المعيار هتبقى صفر. ووزنه كان كام؟ وزن المعيار كان كام؟ كان 9%. يبقى ناتج حاصل الاف ايه في الاي هيديك صفر. وبهذه الطريقه تم انشاء الجدول. ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان هو الفاليو اندكس اللي هو هيبقى سيجما الاف في الاي لكل بديل على حده على قيمه الكوست بتاع هذا الحل البديل، يطلع لك الفاليو اندكس اكبر رقم يبقى هو ده الحل الامثل. تعال نشوف كده ازاي. لو دخلنا على التراديشنال اللي هو الحل الطبيعي او الحل اللي هو التقليدي، معذره الحل التقليدي، هنقول ان الاف ايه الويت امبورتنس اللي هو اللي احنا طلعناها اللي هو الوزن المعياري، الوزن المعياري اللي هو قلنا في الساعه 18 اللي هو ارجع اهو اهو اللي هو ده اللي هو الفاينل اللي احنا قلنا الساعه 18 والراحه 9 والامان 18 وسرعه الوصول 10 وسهوله التنفيذ 18 والصيانه 18 وعدد الاستخدام 9. تمام؟ هنرجع تاني للماتريكس دي بقى الكبيره، هنلاقي ان الساعه المعايير بتاعتها اللي احنا اخترناها دي 18 ده الوزن المعياري اللي احنا اللي هو طلع لنا. طيب بقى تعال نفهم بقى في التراديشنال، في التراديشنال هتدي ارقام من واحد من صفر ل 10، هتدي ارقام من صفر ل 10. تمام؟ تمام. السعه انت عايزها تبقى كام؟ عايزها 9. طيب يبقى الحل ده الاف ايه في الاي هتبقى كام؟ 18 في 9 هيديك 162. خلينا نسمع للاخر. وبعدين الراحه هيديك 9، ده الوزن المعياري. الاف ايه هتبقى كام؟ انا شايف الراحه عايز اخديها 7، الامان عايز اديه 9، سرعه الوصول 9، سهوله التنفيذ 9. بالنسبه لنا احنا هتقدر تجيب مباني بسهوله وتقدر تجيب بنا بسهوله وتقدر تجيب شركه خرسانه وشده سقف وتقدر تخلصه بسرعه، سهل التنفيذ متعودين عليه ايزي. الصيانه 8، اعاده الاستخدام لا مش عارف اعيد استخدامه، ده مش عارف اعيد استخدامه. يبقى قيمته كام هنا؟ صفر صفر. تمام؟ بنضرب هنا 18 في 9 هيطلع الحل ده. ناخد كمان واحده الساندو، ناخد نفس البريكاست، خلينا ناخد في البريكاست معلش برضه ناخد البريكاست. البريكاست انت بتقول السعه ممكن يبقى 8، والراحه مش هيبقى مريح قوي، مش هيبقى مريح قوي لان هتبقى متكتف فيه شويه ماشي. الامان 9، البريكاست طبعا امن يعني جدا. سرعه الوصول 6، سهوله التنفيذ 6، مش سهل قوي في تنفيذه. الصيانه يعني هتديها له 5. طيب اعاده استخدام مش هتعرف تستخدمه تاني البريكاست. ليه؟ لان انت ايش هعرفك ان المكان التاني هيبقى لك نفس المساحات. ها؟ وبعدين لما هتفكه يعني في مشاكل فيه. فبرضه هيديك المعايير اللي هو الاف سي في الاي، يطلع لك الارقام دي اللي هو في بالنسبه للتراديشنال طلع لنا المجموع ده 783، والكوست بتاعه نتيجه الدراسه ايام ما عملنا ده كانت مثلا 750 للمتر المسطح، للمتر المسطح كاتبين هنا الكوست للمتر المسطح. لازم يبقى لك معيار او مقياس تنسب منه او تقدر تقارن من خلاله عشان تحكم صح. فقلنا مثلا 750 للمتر المربع. هنا الساندوتش بانل بالمراجعه عشان مش عايز استهلك وقت معاكم في الحته دي 774، والتكلفه بتاعته 1444. البري كاست 609 طلع و2000 ثمنه. الهانجر طلع 754 وتكلفته 900. الفريم ستيل طلع 746 والتكلفه 1200. البورت كابينت طلع 780 وتكلفته 1400. لما بتيجي تعمل المعادله بنخش فيها اللي هي ال في بتساوي الاف على السي، الاف اهي 783 على السي اهي 750، طلع الرقم ده 1.044. 774 على 1000 طلع نص، ده طلع 305، ده
500 800. الكلام ده مش قرآن، الكلام ده انت ممكن حضرتك تغير فيه، الكلام ده انت ممكن تدرسه من وجهة نظرك، او ممكن انت تكون صاحب محجر، تكون صاحب مصنع طوب، يبقى الحل بالنسبه لك للمباني هيبقى حل بسيط وسهل، او انت تكون صاحب مصنع سندوتش بانيك، فالموضوع ده هيبقى بالنسبه لك ايزي، هيبقى في تكلفه بالنسبه لك رخيصه جدا. فممكن بتختلف المعطيات من مكان لاخر او من وقت لاخر او من ظروف لظروف. تمام. من هنا نبتدي، من هنا نبتدي نشوف نرتب الارقام من غير ما نبص الاسامي الحلول، نتعامل مع الارقام اللي طلعت لنا. ف1.044 يبقى ده الحل، ده اكبر رقم، يبقى ده الحل رقم واحد، ده البديل الاول بالنسبه لي. نشوف الرقم اللي اصغر منه على طول اللي هو على ايه، 0.838 نمره 2، بعده 0.622 3، وبعدين 0.5594، وبعدين 0.538. هتلاقي العمليه بيبقى فيه الحركه بسيطه. انت كل ما بتكون عندك دقه في اختيار المعايير ودقه في التنسيب ما بين الوظائف المختلفه بصوره طبيعيه وحقيقيه للي انت شايفه مناسب لك، الارقام دي مفروض تكون قريبه من بعضيها. لذلك انت ما بتشعرش وانت شغال انت رايح فين، انت بتفاجئ بالحل في الاخر. يعني انا واحد من الناس كنت بحسب ان البورت كابينت هيطلع ارخص حاجه معايا، ما طلعش ارخص حاجه. يعني البورت كابينت من مميزاته ان هو اعاده الاستخدام، هتلاقي عند اعاده الاستخدام احنا كاتبين 8، ممكن اعاده استخدامه يعني هيحصل فيه دمج شويه، ممكن تعالجها تعمل صيانه عليها بسيطه وتستخدمه تاني. ما فيش حد بيجيب بورت كابينت ويرميها على طول، بيستخدمها مره واثنين وممكن ثلاثه وممكن اربعه، وممكن على حسب شطارته، كل ما يصينه كويس كل ما بيزيد من العمر الافتراضي له. وده مبدا، انت احسنت الشيء هيعيش معك. هنا وصلنا بالمرحله دي بالفهم اللي احنا عايزينه. انا حابب اوريكم فيديو كده عن شير، فاسمحوا لي اطلع اجيب شير تاني كده. أنا مش متجرب كده الشير سكرين. طيب مش عارف، مش عارف. ايوه اجيب الشير سكرين. حاضر. ايوه ظهر كده. لا لسه يعني حملته خلاص ما جاش. اوفيشال سكرين كده ما ظهرش. لا لسه ما ظهرش، شغال عندي هو. اعمل شير سكرين تاني. ايوه ايوه كده بدأت تظهر. ظهر ايوه كده بدأت تظهر، يعني ظهر ظهرت الشاشة. الفيديو كده ظهر؟ ظهر الفيديو اوت. تمام الحمد لله. اتفضلوا يعني استراحه كده بسيطه مع هذا الفيديو
عشان نشوفه برضو الفريم وحاجة بسيطة. وعلم الإنسان ما لم يعلم. هو مدته حوالي 4 دقائق 5 دقائق بالكثير. البريسنج طبعا دلوقتي بيتحط البرلين بيبين طبعا الدقة في التنفيذ والسهولة ويسر التعامل مع قطعات الحديد. تفصيل كأنك بتفصل الفكر في استخدام المنشآت المعدنية فكر راقي. الكتل للمطر
If you can plan it, you can do it. نكتفي بالقدر الفيديو، يا رب يكون عجبكم ويكون حصل فيه حبة ريفريش كده، وزي ما قلت لحضراتكم إذا كنت تستطيع عمل بلان كويس هتقدر تنفذ. يعني عايز أدي مثال صغير جدا، أفتكر وأنا طالب في ثالثة مدني، إحنا من أهل اسكندرية في المنشية اللي هو عند الجندي المجهول، وجدنا شركة إيطالية كانت بتحفر مكان وحاطين الأيزومتري بتاع العمارة حوالي 36 دور. عايز أقول لكم إن هي قعدوا أكتر من سنة ونص، يعني إحنا كنا في ثالثة مدني، إحنا خلصنا ثالثة مدني وفي البكالوريوس، وإحنا بنخلص البكالوريوس ابتدوا يشتغلوا في هذه العمارة. وسألت بعض المهندسين الإيطاليين، انتوا ليه ما كنتوا شغالين؟ تعرف وانت طالب يبقى عندك شهوه وحافز الانترست وما زال الواحد يحب يسال، ف ليه انتوا متعطلين كده؟ ايه المشاكل اللي عندكم؟ قال لي لا، احنا كل حاجه لازم تعمل لها شوب درون كانها بتنفذ على الاخر. وفعلا عايز اقول لكم ان خلال 6 شهور بعد كده المنشا طلع، بس نتيجه الارتفاعات الطيران طلع 20 دور بس من 36 دور، اللي هو قصر القطن لو حد نزل اسكندريه قدام الجندي المجهول. الان بعد اذنكم حضرتك، انا حاطط بعض الشرايح لما تيجوا تسجلوا تشوفوا المحاضره بعد كده، حاجه عن البي ام بي بحيث ان انتوا حاجه تبقى مفيده ان شاء الله للي لسه بيدرس البي ام بي، ودي هديه مني للي هو لسه داخل الامتحان الام بي البي ام بي، اللي هو ازاي تجتاز الامتحان وتحصل على شهاده البي ام بي من اول مره. يا ريت اللي يشوفها يقراها بعنايه، وان شاء الله تكون سبب من اسباب نجاحك في امتحان البي ام بي. اسمحوا لي برضو دي برنامج البي اي يعني اتمنى ان انتم يبقى في تطور وانك تبقى تعمل التقرير بتاعتك من هذا البرنامج. استاذن حضراتكم بقى، ده شكل السندوتش اللي احنا عرضناه، وده شكل الفريم، وده المباني ممكن ان انت تعمل من الخشب. احنا من ضمن الحلول ان ممكن تعمل الحل البديل للكابينت من الخشب، يعني من خلال المحاضرات اللي حضرتها مع سعاد المهندس عمر سليم وكان بيستضيف بعض الافاضل من امريكا، حسيت وشعرت ان عندهم ماده الخشب ماده اساسيه في بنيانهم، وخصوصا للمباني اللي هي اقل من 4 ادوار او اقل من 5 ادوار. ليه؟ لان الخشب متوفر عندهم، وده يعتبر استخدم فاليو انجينيرنج، هو مش شعر لكن ده نوع من انواع الفاليو انجينيرنج، ان انت تستخدم الموارد المتاحه واللي هتقضي لك نفس الغرض، فده برضو حل. اسمحوا لي بقى ننتقل، وده كان احد المشاريع اللي نفذناها، كان في المدينه المنوره، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كنا عايشين فيها أكثر من 20 سنة. ده المبنى قاعة المؤتمرات الكبرى في المدينة المنورة داخل جامعة طيبة. أنا كان نفسي أوريكم كلية الشريعة اللي هو موضوع درسنا النهاردة، وكلية القرآن وكلية الحديث، من المباني العظيمة اللي الحمد لله ربنا أكرمنا في تنفيذها في حياتنا. الهندسة القيمية نرجع تاني لها ونقول ايه؟ نقول ان هي مهمه جدا في مشاريع التشييد. اي بلد بتقوم على الاقتصاد ومن اقتصادها عمليه التشييد، وبتاخد من ميزانيه الدوله اشياء وشويات زي ما بيقولوا. اهم حاجه ان انت تخصص المورد الصح في المكان الصح. وزي ما قلنا الايه الكريمه، والذين انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طبعا حضرتكم عارفين ان هو في حاجه اسمها 4 ام، 4 ام اللي هو المصادر،
المصادر الريسورس، عندنا المواد الماتيريالز، عندنا المعدات الماشين، عندنا العماله المان باور، عندنا السيوله النقديه الماني الليكويد ماني. انا بضيف عليهم حاجه واسمحوا لي ان انا اقول ان هو الزمن، وانا يعني من 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 هذا المكان احب انوه لاخواني واخواتي والساده الحضور اجمعين، خلي بالك من وقتك، خلي بالك من وقتك. الوقت فعلا شيء ثمين جدا في حياتك يجب ان تنتبه له. حاول تستهلك وقتك في شيء يعود عليك بالنفع، في اي شيء حاول تكون يعني امين مع نفسك في احترامك للوقت. ما تخافش من حد ولا تبقى قلقان من حد او بتعمل ده عشان حد، لا اعمل ده عشان نفسك. الوقت شيء اساسي. اسمحوا لي ان اقول ان المواد في الموارد الخمسه اللي احنا قلناها دي بتمثل 50% تقريبا من نسبه تكلفه البند في اي حاجه. ادرس اي بند كده هتلاقي ان المواد بتستهلك منك 50% من القيمه ان لم يكن اكتر. الهندسه القيميه بتعمل على ان هي تخليك تستخدم الوظائف الاساسيه الضروريه فقط، وده اللي احنا عايزين نوصله لكم، ان انت لازم تشتغل على حياتك، تشوف ايه المثمن لك واللي يعود عليك بالنفع في كل شيء. احنا دلوقتي هنيجي لمكان عنوان المحاضره بتاعتنا اللي هو الابلكيشن. الابلكيشن اللي هو الابلاينج ذا فاليو انجينيرنج ميثودولوجي ان سيلكتنج ذا اوبتيمم بيلدينج سيستم اند كونستراكشن ميثود. احنا من ضمن حياتنا نفذنا مبنى كليه الشريعه داخل الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره. المبنى ده كان عباره عن المديول بتاع الاعمده 9 متر و60 في 9 متر و60، كان على مساحه 2000 متر مسطح. مبنى عظيم ومبنى كبير، كنا مقسمينه لخمسه زون. المبنى ده السقف بتاعه كان وافر سلاح. فعملنا خلال دراستنا في الماجستير هذا البحث، وحابب ان انا اعرضه على حضرتكم دلوقتي. الكيز اللي احنا هناخدها دلوقتي هي عباره عن بانل، هناخد اثنين بانل في ثلاثه بانل، اثنين بانل في ثلاثه بانل عشان نعمل عليهم دراسه. واخدنا يعني هو موضوع البحث ازاي نستخدم او نخضع الهندسه القيميه ان هي تختار لنا النظام الانسب والامثل في نوع السبورتنج، في نوع السقف اللي انا اختاره، في نوع السلكتنج للسلابه اللي انا هختارها. طبعا حضرتك كمهندس مدني، معلش اعتذر للباقي، لكن المهندسين المدنيين عارفين ان من ضمن الاسقف البانل سلاب، البانل بيم، الهوردي، الفلات سلاب، الوافل سلاب، الهولو كور، وفي بريستريس برضه، اخد بالك. احنا اعتبرنا في دراستنا الفلات سلاب طبعا ده نموذج حضرتك ممكن بتطور فيه، حضرتك ممكن بتاخد بدائل اكتر، حضرتك ممكن بتغير المعايير اللي انا هقول لك عليها دلوقتي وتشوف ايه اللي انسب لك على حسب المكان والزمان المتاح لك في لحظه دراستك للشيء عشان توصل لحل امثل وانسب. فاحنا اخترنا البدائل الفلكس سلاب، الوافل سلاب، البانل دي بينز، الهولوكور. دي البدائل المقترحه. حلينا زي ما قلت لحضرتك، اخذنا في الاعتبار اثنين بانل يعني 9 متر و60 جنب منها 9 متر و60، وده في الاتجاه الافقي، وفي الاتجاه الراسي اللي عليه 9 متر و60 متكرره 3 مرات. فحلينا المنشأ بالساب وبالسيف، وجبنا كميه الخرسانه وكميه الحديد. عايزين نعرف المعايير للمقارنه، احنا اخترنا ايه؟ معايير المقارنه للوظائف المختلفه، اخترنا كميه الخرسانه لكل نظام على حده طلعناها،
يعني طلعنا الهولي كور بيبقى فيه قد ايه، الوافل سلاب فيه قد ايه، البانل بيم فيه قد ايه، الفلات سلاب فيه قد ايه، وطلعنا وزن الحديد في المتر مكعب نسبناه للمتر المسطح، لان انا بنينا دراستنا على المتر المسطح. وهقول لحضرتك ليه بنينا الوزن، جبنا وزن الحديد في المتر المكعب للمنشأ كله للبلاطات كلها، وقسمناه على مساحه البلاطات اللي هي 9 متر و60 في 9 متر و60 في 2 في 6 اللي هي المساحه بتاعت السطح اللي احنا بندرسه. من المعايير اللي احنا يعني معيار من ضمن المعايير اللي هي كميه اللي هي اخر واحده دي اللي هي نسبه حجم الخرسانه لمساحه المتر المربع لكل بديل. وبعدين اخذنا وزن الحديد الموقع المتر، وزن الحديد في المتر المكعب منسوبا للمتر المسطح. وبعدين اخذنا معيار من ضمن المعايير صوره التنفيذ وتكلفه الشده وزمن فك الشده، لان مثلا الوافل سلاب اسرع حاجه ممكن تتوصلها ممكن خلال 3 ايام تفك، ممكن خلال 3 ايام تفك الوافل سلاب. طيب واعاده استخدام الشده، طبعا الوافل سلاب ممكن تستخدمها مش هتبقى دامج كتير. امكانيه التعديل لفتحات الالكتروميكانيكا، طبعا مهندسين الميكانيكا والكهرباء يعني طبعا برنامج الريفت الان ومن خلال سعاده المهندس عادل حسن في استضافته الكثيره واطلالته الكثير في بيم ارابيا، وسعاده المهندس عمر سليم من اطلالته في البيم، حلوا مشاكل كتير جدا بانك انت بتوصل للنموذج الامثل للمبنى من قبل ما تشتغله، فبيبقى عندك مشاكل الكوردينيشن تقريبا زيرو. احنا دلوقتي في الحلول التقليديه اللي هو الرسم من خلال الاوتوكاد بس او الريفت بس بدون تداخل جميع العناصر مع بعضيها بحيث يشتغلوا على نموذج واحد، ده بيسبب مشاكل كتير جدا. وحضرتكم بخبراتكم من خلال الساده الافاضل الموجودين عارفين الكلام ده كويس. بالنسبه لارتفاع الضغط، بالنسبه لارتفاع الكيبل تري دخل في الضغط ولا ماسوره الفاير فايتنج اعترضت شيء، وهكذا اشياء كثيره، او مساحه الفتحه مثلا للضغط مش مناسبه للفرش بتاع هذا المنور او هذا الضغط، هكذا يعني. او انت بتشتغل في الفول سيل ان السقف مش الارتفاع بتاعه غير كافي ابدا، اخد بالك لاستخدامك للمطلوب في توفير التكييف والاضاءه والامان للفاير فايت لكل اليوتيلتيز. فطبعا امكانيه التعديل في الفتحات الالكترونيه دي شيء مهم جدا في استخدامك للسقف. في حاجات مش هتعرف تستخدم فيها زي الهولي كور، الهولي كور صعب ان انت تقرم فيه، عايز بقى تجيب المسطره اللي هم نفذوا بيها وتعرف فين مكان الحديد اللي محطوط وتشوف في مسافه كافيه ما بينهم وتقدر تقرم ولا لا، وحاجات وهكذا من مشاكل التنفيذ. طبعا حضرتكم خبره وعارفين ممكن يحصل معاكم كده يعني. فطبعا عمليه الريفت وعمليه البيم فرقت كتير جدا في العصر الحديث، وفعلا سبحان الله علم الانسان ما لا يعلم، الدنيا اختلفت كتير جدا عما ابتدينا الهندسه والتنفيذ والمشروع والتنفيذ. الان عايزين ندخل في حاجه ثانيه. احنا كده اتكلمنا على الفانكشن، احنا خدنا ايه بالنسبه للوظائف. دلوقتي هكلمكم ازاي انا حسبت سعر تكلفه للخرسانه. حسبنا سعر متر مكعب من الخرسانه، حسبنا سعر الطن الحديد للتسليح، حسبنا سعر تكلفة الشدة للمتر المكعب ثم بننسبه للمتر المسطح، حسبنا تكلفة الصب منسوبا أيضا لحجم الخرسانة للمتر المسطح، حسبنا تكلفة الونش البرجي سواء أنت بتستخدم موبايل كرين أو طاور كرين، ما هو ده بفلوس عليه لازم تحسبها، حسبنا سعر المصنعيه اللي هو المان باور اللي بيعمل الشده والحداد السيل فيكسر اللي بيشتغلوا والشباب اللي هم بيصبوا البورنج، وبعدين حسبنا سعر استهلاك سلك رباط. احنا كنا عاملين بحث قبل كده سابقا، ومن خلال هذا البحث اتضح لنا ان
3 كيلو حديد. عايز اوريها لكم. ايوه حسبنا ان الكيلو التاي واير، كيلو سلك رباط، كيلو سلك الرباط تقدر تغطي بيه 192 كيلو جرام. احنا حسبناها ازاي؟ حسبناها بدراسه حقيقيه على مباني اللي هي القواعد والجريد بيم والجريد سلاب والكولمز والبيمز والسلاب لمبنى الكليه الشريعه دي واحنا بننفذه. حسبنا حقيقي، حسبت حقيقي انا بستخدم كم لفه رباط في تنفيذ هذا العمود، وكم لفه رباط في تنفيذ هذه القاعده، وباختلاف وكم لفه رباط في تنفيذ هذه الكاميرا، وحسبنا كميه الحديد اللي فيها كله على حده، وطلعنا هذه المعادله من خلال دراسه حقيقيه. فطلعنا بالنسبه دي. طبعا واحد يقول لي الاقطار الكبيره ممكن تختلف عن الاقطار الصغيره، ونسبه استهلاكك لاستخدامك في الاقطار الصغيره ممكن يكون اكبر على فكره. لكن انت في الاقطار الكبيره برضو بتستخدم دبل وثري، ممكن في الرابطه، وكمان بنستخدم ممكن زيرو، فبيبقى التخانه اكثر، مش بنستخدم 22. الكيلو جرام بيكفي 192 كيلو من الحديد، والكيلو ساعتها كان ب 3 ريال، ده التنسيق. احنا هنرجع تاني بس قبل ما نخش في الموضوع ده، بس حبيت اوضح لكم ازاي كنا بنحسب سعر استهلاك سلك رباط. ودي تدي لك فكره عن شيء، انت ممكن تعمل كل حاجه، مش محتاج ان انت تاخد دراسه من حد او نتيجه من احد. انت من خلال الموقع اللي انت فيه ممكن تعمل دراسه حقيقيه لشيء انت عايز توجد فيه قرار وتخليه لمستقبلك، تخليه يبقى داتا عندك. اللي احنا بنقوله ده برضو زي ما بقول لحضرتكم مش قرار نهائي زي ما بيقولوا، انت ممكن تتغير فيه وتتعامل معاه، لكن انا بدي الفكره، انا بحاول ادي لك فكر، بحاول اوصل لك ان انت ممكن تغير حاجات كتير جدا وتوصل لقرار في نتائج ملموسه حقيقيه بذاتك، مش محتاج مرجعيه من كتاب او محتاج شيء. زي مثلا ان انت تطلع كميه الاسمنت اللي عايزها في المتر المسطح للبلوك كام؟ هل البلوك 10 سم ولا 15 ولا 20؟ معايا؟ يعني شيء كتير من هذا القبيل انت ممكن بتاخده وتدرسه وبتعمله. دخلنا بعد كده في سعر استهلاك عبوات الوافل وترحيلها، ان انت الوافل بتحتاج ان حد يحطها، مش زي مثلا يعني فيها شغل تاني. وسعر المتر المسطح من الهولو كور برضه دخلناه. ده كليه الشريعه، ده المنظر اللي انا عايز اوريه لكم، اللي هو ادي الثمان عمدان اهو، وادي ثلاث عمدان، ادي اثنين باكيه، وادي ثلاث بواكي اهي. المساحه البحر الاسبان ما بين كل كولا من الاكس الاكس 9 متر و60، ودي كان في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. دي الوافل سلاب، اسف، دي الوافل سلاب بشكلها. وعلى فكره المسجد النبوي الشريف صلى الله على ساكنه افضل الصلاه واحسن السلام وافل سلاب، معمول بالوافل سلاب. دوت بيبقى شكل الشده، بتبقى ده الرب اللي هو كل الوافل. ووافل احنا كان الوافل عندنا الظهر بتاعها 75 سنتي ونص، وتحت توصل ل 90 سنتي ونص، بيحصل فيها ميل زي ما انتم شايفين كده ميل، وبيبقى الرب من تحت 15 سنتي ومن فوق بيوصل ل 25 سنتي، وبتحط فيه كانه مثلثه بشنب من الجنبين. ودي الشده بتبقى موجوده كده، ومهم جدا، شيء مهم جدا عايز اقوله من باب الشيء بشيء اذكر من خلال التنفيذ. اهم حاجه وانت بتستلم الشده رأسيه الاستاندرد ده، رأسيه الاستاندرد ده شيء مهم جدا، شيء مهم جدا. من ضمن الحاجات اللي نفذناها في حياتنا كاميرا في المشروع اللي انا ماسكه دلوقتي، مشروع المراكز البحثيه، كاميرا البحر بتاعها 26 متر ونص، ومن بره بره بيوصل ل 29 متر ونص. حضرتك على ارتفاع
12 متر من الارض. قطاع الكاميرا دي كان متر و10 سنتي العرض في ارتفاع 2 متر و90 سنتي. طبعا لما تيجي تفكر فيها الوزن بتاعها وزن غير طبيعي، وزن غير طبيعي، مفيش اي ستاندر كولم تقدر تصبه فوقي. استخدمنا حكاية الكولد جوينت، استخدمنا كولد جوينت وقوينا قلب سعادة الفريق العمل معنا المهندسين اللي معنا، لان سبق نفذنا حاجة مشابهة كانت في المدينة في قاعة المؤتمرات برضو. اهم حاجة يا باشمهندس، اهم حاجة طبعا المسافات تاخدها في الاعتبار، لكن رأسية هذا القائم، رأسية هذا القائم ممنوع يبقى فيه اي تولرانس، يبقى زيرو تولرانس، ما يبقاش فيه اي نسبة للميل عشان ما تولدش مومنت. دي مهمة جدا يا باشمهندس. شيء بشيء أذكر، انا اسف ان انا ممكن بكون بخش في حتة غير حتتنا، لكن ربنا يكرم ان انتوا ربنا وفقنا ان احنا كلنا نستفاد من بعض. ده شكل العزوم في البلاطة، وده شكل الكاميرات المتقاطعة البانل دي بيم. وبعدين دخلنا في عملية الحسابات لكميات الحديد وكميات الخرسانة في كل نظام على حدة. ودي في لحظة دراستنا، ادي التوتال اريا 2 في 3 في 9 متر و6 من 10 في 9 متر و6 من 10، تطلع 552 متر و6600 متر مربع، يعني مساحة مهيلة، مساحة كبيرة. احنا كنا مساحة كل زون كان 2000 متر، انا كان الكلية دي على مساحة 10000 متر مسطح. كنا بنشغل 5 مقاولين في وقت واحد. كل مقاول ماسك حوالي 2000 متر مسطح، اللي هو ماسك زون باكسبانشن جوينت موجودة فيه. دي بيان اسعار مفردات التشييد والتنفيذ للخرسانه، ده الريت للكونكريت ايامينا، ما اعرفش يعني دلوقتي الاسعار مختلفه طبعا. وانا بتكلم على السعودي الريالي، انا بتكلم على السعودي وايام ما كنا في المدينه، دلوقتي الدنيا بتختلف. وده سعر الحديد، ده سعر الشاترنج، ده سعر التاور كرين استهلاكه بالنسبه للساعه، وده الريت اوف واير كرين. يعني احنا حسبناه ان هو لو ب 1000 ريال على 8 ساعات يبقى 125 ريال، لو بتأجر انت موبايل كرين هيبقى ب 1000 ريال على 8 ساعات ب 125 ريال. وبعدين هنا الريت اوف تاير، اوف تاير واير، قلنا ب 3 ريال احنا اتفقنا اللي هو للكيلو، والكيلو قلنا بيخدم قد كذا، ب 190 كيلو جرام. وبعدين ده البورنج ثمنه كذا، وده الهولي كور للمتر المسطح ثمنه كذا من اي شركه بريكاست، وده لو الترحيل للوافل هيبقى 28 متر 20 ريال. دخلنا بقى هنا للفلات سلاب والبانل بيم والهولو كور والوافل سلاب. دخلنا هنا الكوانتيتي جبناها للكونكريت للمتر مكعب لكلها. وبعدين ده البيكونتيتي للحديد للانفورسمنت البيطان لكل الكميه. وبعدين جبنا هنا نفسنا ال 193 و 96 دي على اللي هي 552 متر مسطح اللي اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي المساحه الكليه للعنصر اللي احنا اخذناه في الاعتبار، اللي هو 2 بانل في 3 بانل، 9 متر و 60 9 متر و 60 في 6 2 في 3. وطلعت هذه القيم لكل حل على حده، يعني ده الفلات سلاب، ده البانل بيم، ده الهولو كور، ده الوافل سلاب، ده كميه الخرسانه للمتر المسطح، ده كميه الحديد للمتر بالكيلو جرام، بالكيلو جرام للمتر مربع، لان هنا ضربنا في 1000 بعد كده للمتر مربع. وهنا الريت اوف كونكريت ضربنا في المعدلات، وهنا الريت للحديد ضربنا في ثمن الحديد، وهنا ثمن الشاترنج ضربنا في الشاترنج اللي احنا، وده في ديبريشن للوافل اللي هو ايه؟ ديبريشن اللي هو الترحيل للوافل، ودوت الهولو كور طبعا بيبقى عنصر لحاله، والتاور كرين ضربنا مبدئيا في ثمن الخرسانه، في كميه الخرسانه في ثمن المتر. وهنا البورنج حسبناه، وطلعت لنا من هنا التكلفه لكل
حل على حده. طلعت لنا اللي هي السي، اللي هي السي، لان احنا بنمهد لايه؟ بنمهد ان احنا عايزين نوصل للمعادله اللي احنا ابتدينا بيها المحاضره او ابتدينا بيها اللقاء، اللي هي الفي بتساوي الاف على السي. احنا اتكلمنا في السي دلوقتي بنتكلم عليها، اللي هي الكوست، الكوست لكل حل جبناه. كمان شويه بسيطه جدا هنبتدي نخش في المعايير عشان نخش على البدائل ونعمل المصفوفه اللي هو الويتد ماتريكس، اللي هي الشيء العظيم في الهندسه القياميه. اخذنا هنا المعايير من مقارنه بين البدائل والوظائف التاليه، اللي هي كميه الخرسانه ووزن الحديد في المتر المكعب منسوبه للمتر المسطح وسرعه التنفيذ وتكلفه الشده وزمن فك الشده واعمال استخدام واعاده استخدام الشده، وزي ما قلت لكم امكانيه التعديل. واخذنا ده في الاعتبار. هنا بقى هنخش على الكلام المهم. الكلام المهم، اسف، في الماتريكس دي تعالى بقى نفهمها بشويش، ويا رب تكون مسك الختام، انا اخشى اكون اطلت عليكم. ماشي يا مهندس عمر الوقت ولا ننهي؟ الو مهندس عمر، الو يا باشمهندس معانا؟ انا مع حضرتك. تمام حضرتك، احنا دلوقتي بنخش على الماتريكس، ودي اهم حاجه عايزين نقول ايه. احنا اخذنا الاي اللي هو الفوليوم الكونكريت، البي اللي هو ريشيو اوف رينفورسمنت، السي اللي هو الايزينس اللي هو سهوله الاستعمال، الدي اللي هو السيفتي، الاي البيرود اوف شاترنج، دي شاترنج اللي هو زمن فك الشده يعني هيبقى ايه وسهل ولا لا، وهنا الموديفيكيشن اوف سليفز اللي هو تغيير اماكن السليفز، وبعدين ريوز اللي هو ممكن نستعملها تاني ولا لا. هنا بندي قيم ما بين 1 و0، بتديها ما بين 1. هنا مثلا انت بتقول ان الفوليوم اوف كونكريت عايزه يبقى 1، لان مهمه، حاجه مهمه بالنسبه لك ان هو يبقى له قيمه، قيمه 1 يعني شيء كويس مهم. وهنا الريشيو اوف رينفورسمنت برضه 1، بايظ وتهمك ان هو يبقى قليل. الايزنس مش قضيه يعني، فاعطينا له نص. والسيفتي برضه اعطينا له نص. البيرد اوف دي شاتر لا، انا محتاج ان انا زمن اللي اهم حاجه في المنشات سرعه التنفيذ، فدي شاترنج عايزه يبقى سريع فاعطينا له 1. والموديفيكيشن اوف سليفز مش مهم قوي لكن ممكن بندي له نص. وريوز يهمني قوي ان انا اعرف استخدم الحاجه دي تاني فاعطينا له 1. نفهم بقى هنا المثلثات اللي موجوده دي، لان دي هتدخلنا على الماتريكس اللي تحت دي، على الاول الاوزان اللي تحت دي الاول، وبعدين هنخش على الماتريكس اللي تحت. بالنسبه لاي وبي، ايه الافضليه بالنسبه للاثنين؟ طيب ده وما قيمته 1 وده قيمته 1، افضليتهم زي بعض، افضليتهم زي بعض، يبقى عديهم ايه على بي. زي ما هنا لو تبص لتر على لتر يبقى ايه على بي، الافضليه واحده، الافضليه بالنسبه لهم الاثنين واحده، فيبقى ايه على بي. ايوه طيب بالنسبه للريشيو اوف رينفورسمنت والايزينس، ايوه مين اللي افضل؟ ده افضل بمرتين من ده، يبقى بنديه 2 بي، وبنديه بقيمه الكبير مش الصغير، يعني يبقى 2 من البي. ماشي اهو التقابل ده مع ده، وهنا برضو ده تقابله مع ده يدينا 2 على ايه. ارجو يكون الشباب والساده الحضور متابعيني، وهكذا بنطلع الماتريكس الارقام دي بتتحول لارقام، اللي هو مثلا ناخد مثلا الايزنس مع السيفتي نص على نص، الاثنين افضليتهم بالنسبه لبعض 1، بقت سي على دي، سي على دي مش فارقه معايا، سي على دي، هما الاثنين افضليتهم بالنسبه لبعض 1. لما تيجي مثلا برضو حاجه ثانيه خش على بعد كده اللي هو السيفتي مع ال البيرد اوف دي شاترنج، تخش كده ده اللي هو الاي مع الدي، لا افضليه الاي اكتر بالنسبه لي انا، عايز يبقى ده 2. طب لو يعني
في ده في المتوسط، يعني ده نص ده يبقى في المتوسط. عارف لو فوق المتوسط كنت اديله 3 معايا، لو هو ممتاز جدا كنت اديله 4، لكن هو دلوقتي في المتوسط يبقى ده نص ده يبقى هنديله 2 اي. بنطلع من المثلث ده حتى لا اطيل عليكم، ان انت بترسم تاني، انت ابتديت من الايه، بتبتدي من الجي هنا، يعني الجي اخر واحد تحت هو اللي بتبتدي بيه اول عمود، الجي وبعدين الاف وبعدين الاي وبعدين الدي وبعدين السي وبعدين البي وبعدين الاي. تمام، الجي نعد عندنا كام جي طلعت. ايوه هنا في 2 جي، وادي جي ادي 3، وادي 2 جي ادي 5، وادي 2 جي ادي 7، وادي جي ادي 8، وادي جي ادي 9، يبقى 9 جي. ادي كتبت 9 اللي هو اللون الازرق، وهكذا الاف 2 الاي 9 الدي 9 الدي 2 السي 2 البي 9 الاي 8 او 9. بعد كده بتحول دي لاوزان من 0 ل 10، وممكن تشتغل عليها لكن بنكتب الاخضر اسهل واحسن، ان انت بتقول التسعة دي لا التسعة طب ما اخليها 10 يبقى 10، بتديها من 0 ل 10. الاثنين ممكن تخليها 3، التسعة عايزها ب 10 وهكذا، 2 خليها 3، الاثنين خليها 3، التسعة خليها 10، 8 خليها 9. طيب بتجيب بقى الارقام اللي هي رقم على رقم دي ازاي؟ ايوه تعالى نفهم الاول الخمسه دي عباره عن ايه، والاثنين والاثنين والاثنين. هو انت بتعمل ايه؟ مش عارف باين لكم هنا ولا لا، لكن ايوه كده باين. اللي هو الخمسه يعني ده اكسلنت، بتدي للعنصر ده خمسه، يعني هنفهم ازاي؟ يعني بالنسبه للوافل سلاب، تعال نفهم كده معلش مع بعض، الوافل سلاب، الوافل سلاب انت بتتكلم ايه في الجي؟ الجي ده ايه؟ الجي اللي هو ده ريوز، يعني هستعملها تاني، ده ممتاز، الوافل سلاب بستعملها. يبقى عندنا خمسه. الوافل سلاب بعرف استعملها تاني. الوافل سلاب دي اللي حضراتكم عارفين اللي هو العبوات الفايبر جلاس اللي هي بتبقى لونها ابيض كده، او انا كان نفسي انزل فيديو ليها لكن خفت من الوقت بصراحه. فسامحونا ربنا يسهل، ربنا يوفقنا في لقاءات اخرى يكون الوضع احسن ان شاء الله. فالوافل سلاب بالنسبه لريوز خمسه، لان هي ممتازه تقدر تستخدمها. فبالنسبه لرقم اربعه ده الفيري جود، والثلاثه الجود اللي هو الخط الاخير اللي انا بشاور عليه بالماوس ده. الثلاثه والاثنين فير والواحد بور، الفير وده بور يعني ما فقير جدا يعني. طيب بنعمل ايه بقى؟ بنضرب الخمسه دي في العشره اللي فوق منها تبقى 50، نكتب 50 تحت الخمسه. طيب بالنسبه للاف، الاف احنا هناخد دلوقتي الوافل سلاب، الخط الافقي ده الوافل سلاب، ودي المعايير اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب الاف اللي هي بتمثل ايه الاف؟ اللي هو الموديفيكيشن اوف سليفز. هل ممكن انا اغير فيها؟ بغير ممكن اغير، لان هي تبقى عباره عن بلاطات والبلاطه بتبقى محدده، بتبقى فممكن تفتح في بلاط مش هتبقى قضيه قوي وتقدر تشتغل فيها، يعني ممكن تغير بسهوله من خلال ان انت تعمل فواتير او شبه ذلك، ده اذا ما كنت صبيت، اذا ما كنت صبيت في سهوله في التغيير فيها. اذا كنت صبيت برضو بيبقى فيها سهوله بسيطه، لان هي بتبقى بلاطات صغيره محدده من خلال اللي هي تحملها على بتتحل على بعضيها، لكن يعني ايه بنتغاضى عن ذلك، ان انت ممكن لو المهندس الميكانيكا طلب فتحه معينه او شيء معين في حدود، طبعا في حدود ما فيش حاجه هيفتح لك متر في متر، لا طبعا بتبقى تفتح على قد سليب 4 بوصه 3 بوصه 6 بوصه ماكسيما كده يعني. فالوافل هنديله هنا في الموديفيكيشن 4، وبعدين بتروح ضارب كام؟ 4 في 3 اللي فوق منها بالاخضر يطلع 12، نكتب 12 هنا. طيب نعمل ايه تاني في ايه؟ الاي، الاي اللي هو الايه؟ زمن فك الشده، ده اسرع حاجه اللي هي الوافل، فبتدي لها 5.
في ناس بتفتكر ان هي الارقام دي انت لما انت بتدي كده يبقى ده يبقى الحل الامثل. مين؟ ما فيش حد قال لك، ما فيش حد حلك، انت بتمشي في الحل للاخر. وانت يعني بتفتكر انا نفذتها وافل سلاف، لكن بتفتكر ده الحل الامثل، مش هيطلع الحل الامثل من خلال المعايير والارقام اللي احنا طلعت لنا. فيبقى عندنا زمن تغيير الشده بتعتبره 5، ممتاز، 5 في 10 وتكتب 50. طيب الدقيقة أنا باخد معاكم مثل عشان نبقى ماشيين مع بعض ولا نطيل على حضراتكم، مجرد مثل. وبالنسبة للحل اللي هو دي، الدي اللي هو إيه؟ السيفت. السيفت فيها ضعيف شوية، مش قوي قوي الوافد، وأنت بتنفذ خطرة شوية برضه. فنديها 3، يعني ماشي الحال، 3 3 في 3 ونكتب 9 هنا. وبعدين في إيه تاني؟ السهولة، سهلة سهلة، بتديها 5، سهل الوافل، سهله جدا بتنفذها. 5 صعوبتها في الكاميرات المحيطه بيها. 5 في 3 ونكتب 15. طيب البي، البي اللي هو ايه؟ ريشيو اوف انفورسمنت، ماشي 3، يبقى 3 في 10 ونكتب 30. وبعدين الفوليوم اوف كونكريت بنديله برده 3، يبقى 3 في 9 ونكتب 27. بتجمع بعد كده بقى على الخط الافقي ده ال 50 زائد 12 زائد 50 زائد 9 زائد 15 زائد 30 زائد 27، هيطلع لك 193. طب واحنا كنا عملنا الكوست بتاعها كام؟ طلع للمتر المكعب 300، للمتر المربع ساعتها 339. بتقسم 339، اسف، بتقسم 193، اسف، بتقسم الفانكشن اللي هو الرقم ده، اللي هو انت كل الكلام اللي احنا عملناه ده عشان نوصل للرقم ده، عشان نوصل للرقم ده والرقم ده، اللي هو 193 بنقسمه على 339 طلع الرقم ده. وبرده بالنسبه للبن البيم طلع الرقم ده 0.513، وبالنسبه للفلات سلاب طلع 0.464، وبالنسبه للهولو كور طلع 0.615. لما الارقام بتاعه الفاليو انجينيرنج تطلع لك كلها اقل من الواحد تجيب المعكوس بتاعها. مش زي اللي احنا حليناها قبل كده، اللي مش زي اللي احنا حليناها قبل كده اللي هي اللي هي دي، اللي هي دي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو في تسكين المهندسين في المشروع. لا احنا هنا كان طلع لنا كل الارقام اقل من الواحد الصحيح ما عدا واحد فوق الواحد الصحيح، يبقى ده الحل الامثل، يبقى ده اكبر قيمه، خلاص ملهاش حل، ده اكبر قيمه. لكن في حالتنا دي، في حالتنا دي حضراتكم، في حالتنا دي حضراتكم طلع ان ال بسم الله الرحمن الرحيم، طلع هنا ان كلهم اقل من الواحد صحيح، فبتجيب المقلوب. مقلوب البوينت 569 يطلع 1.76، ولذلك انا بقول لك لاخر وقت انت ما بتبقاش عارف مين اللي هيطلع لك هو الحل الامثل والانسب. لذلك كانت كلمه سعاده الدكتور احمد عبد العليم لنا، ما تفتيش بقلبك او تجري ورا هواك في هذه النقطه. سيب الارقام هي اللي تدلك على الحل الامثل والانسب. فطلع الحل اللي هو بتاع الفلات سلاب اللي هو 2.156 هو اكبر قيمه فاليو، اكبر قيمه فاليو، يبقى هذا هو الحل الامثل والانسب. دي كان تقييم مصفوفه الاوزان اللي هو من خلال دراستك لمعايير مختلفه وبتجيب فيها، بتقارنها ما بين بعضها والبعض حتى توصل لمصفوفة الأوزان الويتد ماتريكس، عشان توصل لفانكشن صحيحة اللي هو الأرقام اللي هي احنا قلنا عليها، اللي هو أهم رقم اللي هو أنت بتوصل عليه، اللي هو التوتال فانكشن دوت، اللي هو العمود الثالث من الآخر اللي هو باللون الأخضر دوت، وده الكوست اللي هو التكلفة لكل حل بديل.
بتقسم الفانكشن على الكوست بيطلع لك الفاليو انجينيرنج. اتمنى من الله ان اكون قدرت اوصل لسعادتكم حاجه وتكون ما كناش ضيف ثقيل عليكم، وربنا وفقنا جميعا في ان نكسب رضاه من خلال تناول الماده العلميه وتناول الافكار وان نتبادل الاراء والخبرات. احب اوجه ملحوظه وفكر ان انت زي ما قلت لحضرتك من خلال هذا اللقاء، انتبه لحضرتك لعنصر الوقت في حياتك. عنصر الوقت بيروح ما بيرجعش، وفعلا الواحد لما اتقدم في السن حسينا بالنقطه دي قوي، وحسيت ان احسن حاجه اقدر اقولها لكم حاول تشتغل على نفسك وتشتغل عند نفسك. حاول تشتغل على نفسك بانك تعلي من معاييرك العلميه وتكتسب مهارات عمليه لتحسن من تطور ودخلك في المستقبل. عايز اقول لشباب الطلبه، اذا كان في بعض الطلبه حاضرين، ما تفكرش مستقبلك عباره عن ايه، فكر انت ممكن تنبغ في ايه، فكر ان انت تكون ممكن، انت عندك قدرات ايه اشتغل على نفسك فيه. مش لازم اخويا دكتور ابقى دكتور، مش لازم ابويا دكتور ابقى دكتور، انت عايز ايه وانت اشتغل على نفسك عشان تنجح في حياتك. الارزاق بيد الله. وعايز اقول لكم حاجه، مثل بسيط جدا، ربنا يكفينا ويكفيكم الشر من جائحه كورونا دي، اتعلمنا حاجات كتير جدا منها. البائع اللي كان بيبيع الكمامات ما كانش يحلم في يوم من الايام ان هو هيكسب هذه المكاسب، ما كانش يفكر ابدا ان هو هيبيع هذه المكاسب في يوم من الايام. فما تعرفش ربنا هيفتح لك الرزق ازاي. اتمنى طبعا ربنا يفتح لك الرزق من ابواب خير وابواب يكون فيها نفع للبشريه من غير ما يكون فيها اذى او مصاب لاي شيء. ربنا يوفقكم ويصلح حالكم. سعد مهندس عمر، ارجو ان ما اكونش كنت يعني خفيف. جزاكم الله كل خير سيد الفاضل، الله يكرمك. الناس كلها يعني عماله تدعي لك، وجزاكم الله كل خير. واتمنى لو اي حد عنده اسئله انا فاتح المايكات للناس كلها. اتفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعطيك العافيه استاذ احمد، يعني المرء شعر حرصك ونصيحتك توصلها لنا ولاخواتك المهندسين وابنائك الشباب، ما بقدر اقول لك الا جزاك الله خير يا سيدي. الله يرضى عنك. عندنا وجمعنا هيك فيك بلقاء شخصي قريب باذن الله تعالى. باذن الله، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا سيدي. طيب عندي كم سؤال اذا تكرمت، لاني خليهم واحد بس. طيب الله يخليك. الفاليو انجينيرنج لازم تكون عمليه متزامنه مع كل مراحل المشروع، ولكن الواضح معي معي ثاني تكون عملية متزامنة بجميع مراحل المشروع. نعم. حتى من ولكن قيمة يعني الأدد فاليو تبعها راح تكون هي بمرحلة الديزاين والتصميم طبعاً. أجاوب ولا أكمل؟ كمل. طيب اتفضل إذا حبيت، بس أنا كان سؤالي أنا في النقطة دي عايز أوضح حاجة. تفضل. الفاليو إنجينيرنج أنا حتى في بعض الشرايح عشان ضيق الوقت وعارف إن أنا المحاضرة في الآخر بتكون فيها الحته السمينه شويه واللي هي الماتريكس دي عايزه شغل شويه كتير، فما طولتش كتير. لكن اللي انا عايز اقوله ايه يا فندم؟ عايز اقول ان الفاليو انجينير زي ما مره سعاده الدكتور احمد عبد العليم، ومعلش انا بكرر اسمه كتير لان هو استاذي، مره درس لنا وانا حضرت المحاضره دي في الفيزوال ستادي، يعني في دراسه الجدوى، ان هو بيخش داخل دراسه الجدوى الفاليو انجينير. يعني قبل ما بتبتدي تقول يلا بينا مشروع او تاخد القرار حضرتك ان انت هل هنقوم بالمشروع او لا، بتخش الفاليو انجينيرنج. طب اللي اقصده ان الفاليو انجينيرنج مش بتتوقف عند مرحله معينه او ان هي تخش في المشروع في نقطه معينه وتمشي، لا دي بتستمر على مدار المشروع. واعتقد ان في دبي او في بعض الاماكن، يا رب يكون هنا في السعوديه يبتدي يخش الموضوع ده، ان اي مشروع حكومي لازم تقدم له دراسه من واثنين للفاليو انجينيرنج الحلول البديله، مش لازم زي زمان ان عقد بيتطرح وهو ده يبقى مجبر عليك ان انت تنفذه. انت ممكن تقدم حل بديل
والفرق دوت في التوفير، طالما انت هتأدي الوظيفة اللي مطلوبة واللي من المنشأ او من المراد من الاستخدام، والفرق ده انت بتاخد، او المكتب الاستشاري اللي بيدي الدراسة دي ممكن ان هو بيبقى له نسبة فيه في التوفير اللي حصل ده، لان انت بتقعد بنفع على المالك، ودي هدف رئيسي في الفاليو انجينير. بالضبط. يعني هلا انا انت عم تعطي حضرتك المحاضره، فتحت انا الفيدك 99 وال 2017 وبس بحثت عن كلمه فاليو انجينيرنج بسرعه بس لاشوف ايش آلت العقود بهالموضوع. طبعا بالفيدك 99 ما لقيتها، ما في كلاوز، ما في فقره عنها، بينما بال 2017 محطوطه بفقره، اذا سمحت لي بقولها بسرعه، بالفقره 13.2. يعني في فقره اسمها فاليو انجينيرنج وكانت عم بتقول ذا كونتراكتر مي ات اني تايم سبميت تو ذا انجينير ا ريتن بروبوزل فور يعني فاليو انجينيرنج. وهذا هو ترند جديد، لان العقد هو الاساس. وكانت في السابق مثل ما تفضلت حضرتك بالفيسبيليتي ستدي او حتى بموضوع الديزاين، بس هلا حتى الكونتراكتر نفسه اثناء التنفيذ بجوز يشوف انه في شيء طبعا حلو بصوره طبعًا افضل ويقدم فاليو. طبعا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، من خلال المشروع اللي انا ماسكه حاليا دلوقتي، انا في مباني في بريكاست، في انا قلت للمالك وقلت للناس ان البريكاست عفى عليه الزمن، انا شايفه انه عفى عليه الزمن. في شيء تاني كتير، الاستراكشر جلازنج انتشر واجمل وافيد، وخصوصا لو انت بتعمل في مباني اداريه مش مباني سكنيه، دي بتفرق جدا، او مباني حكوميه، في حاجات ممكن تاخدها في باب الاعتبار. هذا الكلام هيديك جمال وهيديك تكلفه اقل، لان البريكاست زي ما حضرتك عارف الديد لود بتاعه عالي جدا وبيبقى على الايدج لاين، يعني لو انت مش تاخده في الاعتبار دي مشكله. طبعا بيدرس بيسبب لك قطاع للخرسانه كبير في البيمز، بيسبب لك قطاع استهلاكك لكميه الحديد، بيستهلك لك موارد انت كنت في غنى عنها. وعلى العكس انت ممكن الفرق في هذا البادجت اللي حصل لك من التوفير ان انت تجمل بيه منشات. في حاجات تانية، ليه الطاقه الشمسيه ما تستغلش؟ في حاجات كتيره جدا وانت شغال يا باشمهندس الاسم تاني معلش حضرتك، احمد على اسم حضرتك بليش. الله يكرمك يا دكتور، الله يسلمك، الله يكرمك يا فندم، ان انت حضرتك تلاقي ان انت افكارك تخيليه كتيره، يعني مثلا بدل السيراميك بروسلين، بدل بروسلين رخام، بدل على حسب انت بتستخدم الغرفه دي لايه، بدل الرخام سجاد، بدل السجاد موكيت، في انواع كتيره من الارضيات، بدل البارتيشن البلوك. انت في مباني اداري ليه تستخدم بلوك؟ ليه تستخدم قطيع بلوك؟ ما تستخدم بارتيشن. نعم. يعني بارتيشن اللي هو مترو بعد كده ازاز ممكن، اخد بالك؟ في حاجات كتيره جدا هتعمل لك تقليل للاون ويت وللديد لود، وفي الوقت نفسه تديك جماليه وانشراح صدر والاضاءه تنتشر بسهوله، مش هيبقى يعني بسهوله اللمبه اللي انت تحطها تفرش في المكان، مش هتبقى محدده باريا. في افكار كتيره جدا اللي قصدته من حضرتك، اللي انا بقول لك في الفيزيو في الفيزيوال ستادي ان انت بتشتغل بالفاليو انجينيرنج، ده معناه ان انت من قبل ما تاخد الخط بتبتدي بالفاليو انجينيرنج، فما بالك على مدار عمر المشروع. ده كلام كبير، ده كلام كبير. لا لازم حتى في المعدات حضرتك، حتى في طريقه استخدامك لسكن عمالك للمشروع، فاليو انجينيرنج، فاليو انجينيرنج كل شيء. يعني انا اثناء المحاضره حضرتك قلت ازاي انا اخترت شقتي في اسكندريه، السكن بتاعي، حطيت صوره حطيت على السبوره وكتبت للاولاد احنا عايزين معايير ايه، وهم بقى يحطوا معايير ثانيه، خد بالك ليه؟ شغلت الدماغ. وهم ما كانوش مهندسين، هم كانوا لسه طلبه، يعني في بعضهم انا بنتي مهندسه الحمد لله، لكن كانت لسه طالبه، يعني ما توصلتش للدرجه ان هي تمسك الفكر الهندسي الكبير. لكن انا عايز اقول لك ايه، الناس بتتفاعل لما بتعرفهم الطريقه تتفاعل. عايز اقول لحضرتك على حاجه نفكر فيها بشويش كده، كوبايه الميه اللي في الطياره زمان كانت بتستخدم ايه؟ وزمان ودلوقتي ايه؟ الدنيا بتختلف. صح معايا؟ وانت داخل في حفله كبيره في قصر
هتجيب كوبايه ورق؟ لا، هتجيب كوبايه فخمه وازاز وهذا. لكن لو انت في مسافر هتستخدم كوبايه ورق، مظبوط ولا غلط؟ يعني انا اقصد الحاله بتختلف، وهنا دي الفانكشن ايه؟ الفانكشن ايه؟ نعم. بس اتفضل فضل السؤال الثاني. بارك الله فيك، مشان دورنا بس انه اخر سؤال اذا سمحت لي. تفضل. خليه قبل الاخير عشان قلت الدكتور عبد العليم او 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 من دكتور احمد عبد العليم. دكتور احمد عبد العليم، في كتالوج معين للمعايير؟ يعني انه هيك ستاندرد حتى واحد؟ لا يا فندم، لا يا فندم، انت يا حضرتك معلش. لا فهمت حضرتك، انا قلت في اكتر من موقف في المحاضره نعم ان احنا كلامنا مش قران. نعم. حضرتك هو بيبقى تيم عمل في الهندسه القيميه، بيبقى فيها عصف ذهني، عصف ذهني، بنتقابل بافكارنا، بنتقابل بافكارنا، وكل واحد بفكر مختلف. وقد حضرتك تشوف رؤيه غير اللي انا شايفها ومفيده، وانا الرؤيه اللي انا شايفها انت ما كنتش شايفها بس لقيتها مفيده، فيبقى بنكمل بعض، بناخد الرؤيه بتاعتك والرؤيه بتاعتي، وبيبقى معايير ثانيه جديده. فهمتك صح. يعني يعني عايز اقول اسمح لي، يا ريت الناس دايما عشان يثبت ان هو كويس يثبت ان اللي قدامه وحش. ده كلام سيء. نعم. ليه ما تكونش انت كويس وانا كويس؟ كويس. نعم. هو ده الكلام، هو ده عشان نكمل مع بعض. انت عارف المثل اللي بيقول لك، بس بدون ذكر شيء، يعني ان هو في اليابان عملوا مسابقه ما بين جنسيات مختلفه، فاليابان خسرت اول مره، فكان في واحد قائد، في اثنين قائد وثمانيه بيجدفوا، تمام؟ نعم. تجديف لك. والفرقه الثانيه بدون ذكر اسامي كان في تسعه قائد واحد بيجدف. فهمتني اقصد ايه يا فندم؟ فهو هي يمكن بالمانيا هي الثاني، مش عايز اقول انا، خليها كده. لا عنا هي معروفه. اللي انا عايز اقوله ان احنا لازم نشتغل بمخنا ان احنا نتكاتف كلنا مع بعض لتوصيل المعلومه وتوصيل الفكر، وان احنا نتعاون على ان اللي بكره يبقى احسن، ونبتدي من حيث انتهى الاخرين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وهذا اللي عم بيعمله الاستاذ عمر سليم مع التيم تبعه، جزاهم الله خير عنا يا سيدي، وجزاك الله خير. الله يكرمك. معلش يا منص احمد، منص عمر، انا منص احمد احب من هذا المنبر ان اهدي هذه المحاضره لاهلي رقم واحد، ولسعاده الدكتور احمد عبد العليم استاذي، ولاخواتنا واخواننا اللي كانوا معانا في الماجستير في المدينه المنوره، على ساكنها افضل صوت احسن صوت. ومن سعادة المهندس احمد امام اللي حاضر اعتقد، وربنا يبارك في الجميع وفي كل الناس اللي حضور وفي الساده الجميع. بارك الله فيكم. اتفضل الشمس. الشمس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير باشمهندس احمد عبد العليم، استاذنا ومحاضره قيمه، وانا سعدت باللقاء. وطبعا المهندس عمر، الله يجزاه كل خير يا باشمهندس عمر. والسؤال بس حضرتك خصيت بس جانب واحد بس فقط، يا ريت نلقي الضوء على مده ان احنا اساسا اتكلمنا على سقف من الأسقف، أو إزاي يعني نجيب الأوبتيمم كوست لتسكين الإخوة المهندسين كجزء من الموبيلايزيشن بتاع المشروع. لكن إحنا عايزين نقول، يعني عايزين ناخد بس خلفية بسيطة جدا عن موضوع الهندسة القيمية كدراسة لمشروع متكامل. طبعا ما يعني إحنا اشتغلنا جزء على جانب إنشائي، لكن نعم. بس عايزين نبذة يعني مختصرة جدا، يعني في ثلاث دقائق مش كتير عن كده، موضوع بقية الاكتيفيتيز. طيب يعني حضرتك انت استاذنا يا منص احمد، احنا عايزين نسمعها منك انت يا استاذنا بس. طيب يا حبيبي. ومدة الدراسة دي قد ايه عشان الناس كلها تكون مستوعبة الموضوع؟ لان طبعا في تيم ليدر للفاليو انجينيرنج جروب،
تمام في كذا وكذا وكذا. وطبعا حضرتك التكنيك اللي حضرتك اخذته اللي هو البرين ستورمينج، ففي التكنيكس اخرى، لكن ده يعني باختصار شديد يبقى انا يعني طبعا انا يعني حبيت ان ايه بس حضرتك تعمل طيب اوفر فيو على الحته دي بس. الله يكرمك وجزاك الله خير وموفق. الله يكرمك. شكرا شكرا. الله يكرمك. اولا شكرا لسعادتك يا مهندس احمد امام واخويا الكبير على مداخلتك وشهادتنا في كلامك هتبقى مجروحه لان انت اكتر من اخ بالنسبه لي. اللي عايز اقول لك محاضره في وقت قصير زي كده مش هتكفي الهندسه القانونيه، واعتقد من هذا المنبر سبقوني افاضل اكثر منا علما وخبرات تكلموا في الهندسه القيميه بشكل وباسلوب اخر. انا حبيت اوصل معلومه، حبيت اوصل معلومه ان اي انسان عادي مش لازم مهندس يقدر يستخدم الهندسه القيميه، ولذلك انا حبيت اوضح ايه هي معادله الهندسه القيميه واحنا بنشتغل على ايه. لكن اما بحر الهندسه القيميه زي ما انا قلت كلمه دي بحر فيها اشياء كتيره جدا وعظيمه جدا. فلو بنتكلم على فريق عمل فالاكتيفيتي كتيره، يعني مثلا الارضيات، لو نتكلم على الحيطان، لو نتكلم على الاسقف، كل نظام الانشاء، انا قلت لك نظام الاختيار، نظام اختيارك لمكان التاور كرين دي فاليو انجينير. هل انت هتغطي المشروع بخمس تاور كرين ولا ثلاثه ولا اثنين، ولا ممكن تجيب واحد على عجل هيكلفك في افكار، ولا هل ممكن تجيب اثنين وتستخدم موبايل كرين؟ ده حاجات. فالموضوع كبير جدا. الارضيات هل زي ما قلت حضرتك موكيت ولا سجاد ولا سيراميك ولا بروسلين ولا رخام ولا فينوليك ها ولا قنلتكس؟ انت الموضوع بيختلف. انا ضربت المثل في الكوبايه بتاعت الميه اللي بتستخدم في الجلاس بالنسبه للطائره، وبالنسبه لو انت في حفله في صاله افراح او قصر او حفله على مستوى عالي الدنيا بتختلف. لكن انا اللي انا عايز اوصله من خلال انت حضرتك قلته، لا الهندسه القيميه ليس واحد فقط الذي يقوم بالدراسه، ولكنه فريق عمل له ليدر. ليدر بيقوم بالتنسيق الاعمال، ومش معنى هو ليدر يعني رئيس عليهم، لا هو مجرد منسق للعمل علشان يوصلوا للقرار الانسب والامثل. لازم يكون في مرجعيه عند حد. تاني نقطه بيتم عصف ذهني من ضمن الطرق طريقه الفاس، ودي طريقه اللي هو لورانس مايلز اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، اللي هو يعتبر ابو الهندسه القيميه بالنسبه للعلم الحديث. لكن قراننا الكريم زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال اي شيء موجود في القران ما فرطنا في الكتاب من شيء. الايه الكريمه بتقول والذين انفقوا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لازم يبقى فيه وسطيه في كل شيء وتشوف ايه المناسب ليك تعمل الانسب والامثل. يا رب اكون قدرت جاوبت على سؤالك يا مهندس احمد، لكن الموضوع كبير والموضوع مش زي ما سبق المهندس احمد اللي قبل المهندس احمد امام كان بيتكلم عن الفيديك وبيتكلم ان هو نزل في 2017. نعم حصل تطور كبير جدا في الهندسه القيميه واصبحت تاخد فيها شهادات ودبلومات وتبقى انت مهندس فاليو انجينيرنج ويبقى لك تقييم. الشاهد في الحديث ان موضوع الهندسه القيميه مش بيتوقف على فرد، بتوقف على فريق، وبيبقى في تجاوب بانك توصل لحل امثل وانسب يفيد الهدف الذي تعمل عليه اللي هو الوظيفه اللي انت تبغاها من الفانكشن اللي هو بتاخده من خلال المعايير المختلفه. اتفضل يا فندم. جزاكم الله خير يا باشمهندس. الله يكرمك يا فندم. الله يكرمك. في سؤال باشمهندس فوزي بيسال الشريحه اللي هي 48 اللي احنا تم قلب قيمه النتيجه في جدول المقارنه. ايوه. فهل العلاقه ليها علاقه ايهم اهم، الوظيفه والتكلفه؟ والاهم لا والله احنا يعني اتدرست لنا كده.
قال لك ان هو لما حضرتك بتكون القيم زي المثال اللي احنا اعطيناه في الاول، طلعت واحد وكسر والباقي قل، هي المفروض تطلع 2 3 5 10 8 18 12 زي ما تطلع، المهم اكبر من الواحد، فبتاخد اكبر قيمه، فبتاخد اكبر قيمه. عشان لما بتطلع ديسمال بوينت تطلع كسر عشري، كسر عشري، فقال لك عشان تجيب الاكبر خد المقلوب. معايا؟ تمام، ده هو ده بس. ده من هنا طلع الكلام. في اي حد عنده اسئله تاني؟ جزاكم الله كل خير، الحمد لله الموضوع واضح والاسئله ما فيش اسئله الحمد لله. جزاكم الله كل خير يا استاذنا فاضل، استمتعنا بالحضره القيمه دي. الله يكرمك يا استاذ. باجي شكري لحضرتك تاني مره، والايفنت ابرار المهندسه الجديده اللي حاضره معانا، فاشكر الجميع وربنا يبارك فيكم اجمعين ويسهل لنا ولكم الامر، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين.